ارتفاع أسعار الأدوية بشكل كبير واختفاء الكثير من أصنافها مشكلة يعاني منها أهالي محافظة بابل كغيرها من محافظات العراق، حيث تفتقد معظم المستشفيات الحكومية لأبسط العلاجات، فيما ترتفع أسعارها أضعافا في الصيدليات الخاصة إن وجدت. الصيدليات يقول لك أنا صعد عندي ارتفاع سعر الدولار أثر أنه أنا أصعد العلاج، قيمة قبل 5 يصير ب7 ب8. هي الحل مو هنا والفكره مو هنا، الفكره الاساسيه اسال كمواطن يطب للمستشفى، اكو فد خدمات يستفاد منها على مود ما يجي القطاع الخاص، اكو حب براسيتول يقدر ياخذه من المستشفى. طبعا كمواطن عادي رحت يوم للمستشفى ابره ما عندهم، سرنجه ما عندهم، شنو؟ زين ليش ندب الصوص على الدكتور ونطب صوص على الصيدلي؟ بالعكس الطبقه الاولى هي الدوله، المفروض الدوله ان تقوم توفر كافة مستلزمات والأدوات الصحية. ويقول الكثير من مواطني بابل إن بعض الصيادلة يتعاملون مع بعض الأطباء الذين يطلبون أدوية بعينها، وأن السلطات المختصة لا تقوم بواجبها من ناحية متابعة أسعار الأدوية والمعاينات في المستشفيات والصيدليات. يعني أكو بعض من الدكاترة، وليس الكل، بعض من الدكاترة مشغلة وياها عالم بين يجيبون المريض يقنعون المريض بين ما كان، مهم يودوه للدكتور ويحصل من الدكتور المريض، هذا الشخص اللي يجيبه للدكتور يحصل من عدة 30,000 دينار و25,000 دينار، يحصل يعني إذا اليوم مريضين وده الشخص يحصل يومية 50. عندي هساني هذا العلاج مال المعدة، هذا العلاج مال المعدة حاليا هذا إيراني ب8,000، بديله أردني هذا ب15. يعني احنا الفقير شلون وين ينطب وجهه؟ تأذينا كلش. المسؤولون في المستشفيات ينفون المعاناة الكبيرة في الحصول على الأدوية، ويقولون أن نسبة النقص في الأدوية لديهم تكاد لا تذكر، وأن الوزارة تعوضها في وقت قصير جدا. والنقص يكاد يكون قليل جدا، وبين فترة وفترة تعوض الوزارة الأدوية النقص إلى أن تبدأ عملية سلسلة توفير الأدوية من الوزارة، إنه يعني ما يكاد أسبوع أسبوعين وتتوفر الأغلب الأدوية. ما عندنا كل نقص تقريبا، يعني بنسبة 90 إلى 95% من الأدوية اللي يحتاجها المراجع أو المريض هي متوفرة عندنا. هو احنا وضعنا بشكل عام هو شيء لا موازنه انقرت مو لولا، فانت هسه يعني عينك ميزانك، مين يجيبون مين يجيبون الفلوس؟ احنا بده يشترون العلاجات ولا يوفرون خدمات بالمستشفيات ولا كذا. اما سولف لي على القطاع الخاص كصيدليات، ومو كل الصيادله علاجاتهم غاليه، بس اللي متفقين ويا الاطباء. ويأمل مواطنو بابل أن تتابع الحكومة أزمة الأدوية التي طال وجودها، وأن تجد حلولاً سريعة لها في ظل الأزمة المعيشية التي يعاني منها العراقيون وذوو الدخل المحدود والفقراء بشكل خاص.